في كوسوفو أطلق نواب من المعارضة غازا مسيلا للدموع داخل قاعة البرلمان لمنع انعقاد الجلسة. الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، احتجاجا على اتفاق تطبيع مع صربيا وقع في العام 2013. الاتفاق الموقع بوساطة أوروبية يمنح مناطق الصرب في كوسوفو المزيد من القوة وإمكانية التمويل من بلغراد. المعارضة ترى في هذا الاتفاق تهديدا لوحدة أراضي كوسوفو واستقلالها. يوم الاثنين وقعت اشتباكات عنيفة بين رجال الشرطة ومحتجين طالبوا بإطلاق سراح المعارض البارز ألباني كورتي الذي اعتقل على خلفية إلقاء قنبلة غاز في البرلمان في ذات اليوم ليتم الإفراج عنه لاحقا. الاتفاق المثير للجدل الموقع بين بريشتينا وبلغراد في عام 2013 مهد الطريق لصربيا لبدء محادثات لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.